تم تحركات طلابية في عدد من الجامعات المهمة الأمريكية، وهذا أصبح يخيف حتى اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية. أولا خليني نسأل على أفق هذه الاحتجاجات الطلابية، يعني كيف اشتقر هذه الاحتجاجات الطلابية اللي غزت الولايات المتحدة وجامعاتها وأكبر جامعاتها، وأيضا حتى مشات لحتى الجامعات الأوروبية؟ أنا قلت لك هذه تأثيرها مستقبلي قيمي. تأثيرها خلقي، لن يصبح سياسيا إلا ربما في الدورات الانتخابية المقبلة، مش اللي بيشتاقها السنة. لكن ثم نتائج نتائج اليوم، ثم الجامعات الأمريكية بدأت تتوقف في استثماراتها في الجامعات الصهيونية. حسنا، نعم، هذا يمكن أن يؤثر لو الجامعات وجدت تمويل بديل. لو وجدت الجامعات بديل تمويل بديل، لأنه إذا توقفت الجامعات عن التمويل الحالي، التمويل الحالي اللي هو محكوم بماذا؟ وهنا نصل إلى بيت القصيد، محكوم بالنظام البنكي الدولي العالمي، العالمي والدولي، بالنظام البنكي العالمي في يد أمريكا، والنظام البنكي الدولي في يد إسرائيل، يعني في يد الصهيونية، في يد اللوبيات الصهيونية، يعني روتشيلد وغيره. السيطرة على النظام البنكي العالمي بمعنيه الخاص والعام، والسيطرة على النظام الإعلامي العالمي بمعنيه، يخلي هذا التأثير لن يطول، لن يطول، وقد نخسره إذا ضمت أمريكا روسيا إلى صفها. أنت ألم تلاحظ أن بوتين مباشرة بعد نجاحه في الانتخابات الأخيرة لمدة أخرى اقترح الحوار، العودة للحوار مع الغرب؟ نعم. أليس كذلك؟ نعم. لماذا؟ لأنه يعلم أن شعبه يريد أن يعيش على النموذج الغربي، ولا يريد أن يعيش على النموذج الصيني، وأن شعبه لا يريد أن يصبح تابعا للصين في حين أن الصين كانت تابعة له. هذا ينبغي أن نقرأ له ألف حساب. أنا شخصيا أعتقد أن خطة أمريكا، وهذه ذكرت لك من اليوم الأول، خطة أمريكا هي استرداد روسيا واسترداد إيران لصفها. استرداد روسيا، روسيا تسترد جملة من الشروط، يعني قلت أن مستحيل يعطي ترامب، أعطاهم لهم من الآن، ترامب أعطاهم لهم من الآن، قال لهم سأفرض السلم في أوكرانيا وبينكم وبين الأوروبيين يدافع على الواح، ما انا معاش مستعد ندافع عليه. ايش معنى؟ معنى نرجعوا لمكان حلف وارسو وحلف حلف الاطلس. هذا ايش معنى؟ الناس ما تراش لبعيد، اما كي ترى لبعيد هذا ايش معنى؟ ترامب اذا جاء ترامب يعني باش يقول يا اوروبا دبري راسك، ويا اوكرانيا اعطي لروسيا اللي تلبط. هو مع هذه التحركات الطلابية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا، دكتور، ما يمكنش ربما القول، خلينا ننظر شوية بإيجابية، ما يمكنش القول أن اللوبي الصهيوني قاعد يخسر في الجيل الأمريكي الشاب اللي ربما غدوة يصيغ السياسات، وغدوة يصيغ الاستراتيجيات، غدوة يصيغ التحالفات الإقليمية والدولية، لأنه هاك هو الجيل اللي يخرج ويحكم. حضور إسرائيل ليس في أمريكا فقط. حضور إسرائيل موجود في العالم الكل، تبعني الصهيونية، أو إن صح التعبير ما أسقط الحضارة الإسلامية، وما ربما يسقط الحضارة الأمريكية، وما أسقط الحضارة الفرعونية، وما أسقط الحضارة البابلية، هو دائما نفس المؤامرة. مؤامرة تتمثل في نظام بيولوجي، هو كيف يعيش مش الجرثومة، لا، النوع الثاني من ما يعيش على البدن الذي يحل فيه، ما اسمه هنا، نسيت الكلمة، الفيروس، نظام الفيروس. الفيروس وظيفته أنه دائما وأبدا يستمد قوته من الأقوى في وقته، في كل لحظة تجد اللوبيات الصهيونية تمتص دم أقوى قوة في العالم. هم الآن أقوى لوبي في أقوى دولة،
هما أقوى لوبي في أقوى دولة، وأقوى لوبي في أقوى دولة لا يعملوا على هذا الجسم فقط الذي يغتذي منه، هو يبحث أن يربط علاقات مع المتوقع في المستقبل. يعني علاقات إسرائيل بالصين لا تقل أهمية بالنسبة للإسرائيليين من العلاقات بأمريكا. لهم علاقات مع الهند ومع الصين ومع أوروبا ومع روسيا، هم لهم سلطان في هذه يعني كم من مرة أمريكا أمسكت بعض الجواسيس الإسرائيليين الذين يعطون إصرارها للصين؟ لماذا؟ هل تتصور أن الصين ليست بحاجة لهذه الأسرار وهي مستعدة أن تعطي مقابلها لإسرائيل؟ إذن هناك استثمار إسرائيلي في المستقبل. نفس الشيء في الهند، نفس الشيء في روسيا. وكل مشكل أمريكا كان كيف تحمي أسرارها العلمية وأسرارها في صنع الأسلحة وأسرارها في التكنولوجيا. هذه الأسرار هي التي تستعملها إسرائيل لكي يكون لها وجود في الصين، في الهند، في روسيا، وحتى في إيران.